فوكس. فوكس أخبار ومعلومات صحية كل يوم على الحياة أفهم. عدد جديد من فوكس، مرحبا بكم. اليوم شو نواصلوا الحديث على جواز التلقيح. الحدث النهارين هذوما هو انطلاق العمل بإجبارية الاستظهار بجواز التلقيح. ملاحظتنا في اليوم الأول من انطلاق العمل بالمرسوم هذايا في مختلف الهياكل والفضاءات العمومية في تونس هو كونه صار عزوف من المواطنين عن الذهاب للإدارات في الصباح الأربعاء، في حين عرفت مراكز التلقيح اكتظاظ كبير بسبب توافد عديد المواطنين الحصول على شهادة التطعيم. المواطنين اللي ما تسنى لهمش أنهم يحصلوا على شهادة التلقيح يوم قبل انطلاق العمل بالقانون هذايا مشاو للمراكز متاع التطعيم علهم يتحصلوا على شهادة تلقيح بسبب البان اللي صار في منظومة إيفاكس وتعطل الخدمات على منظومة إيفاكس. ليلة 22 ديسمبر شهدت منظومة إيفاكس تعطل في خدماتها بسبب الضغط على المنظومة، حيث أنه كل ثانية كان يدخل دخل الموقع 13,000 شخص، هذا حسب ما أفاد المدير العام للتشريع والنزاعات بوزارة الصحة فوزي اليوسفي. ضغط الكبير هذا حسب تفسير كما قلنا وزارة الصحة هو اللي خلى المنظومة تتعطل وخلى العديد من المواطنين ما يتحصلوش على شهادة التلقيح متاعهم، ولي برشا منهم تفكروا رواحهم آخر النهار. بالنسبة للمراقبة، حسب تصريح الوزارة فإنه هيكل الرقابة باش تتولى متابعة تطبيق أحكام المرسوم وتضم أعوان المراقبة الاقتصادية وأعوان الاستقبال بالمؤسسات العمومية والخاصة وأعوان حفظ الصحة، كما تشمل الأعوان التابعين لتفقدية الشغل وطب الشغل. احنا المواطنين حاولنا نسألهم وحاورناهم في اول يوم لبدء العمل بالمرسوم هذا، ينقسموا ما بين الاشخاص اللي لاحظوا اللي ما صارش تطبيق للمرسوم، ما صارش تطبيق للقانون، وما فماش مواطنين تم سؤالهم حول شهادة التلقيح وما طلبوش منهم انهم يستظهروا بشهادة التلقيح، خاصة في مستشفيات ونجموا نسميه ولهنا مستشفى الأغالبة او ابن الجزائر. فما استثناءات خاصة الحالات متاع المرضى اللي حالتهم ما تستناش وتستوجب تدخل عاجل، ما تمش معناها اشتراط انهم يستظهروا بجواز التلقيح. لكن مواطنين اخرين حاورناهم وقالوا انه مصالحهم تعطلت بسبب عدم حصولهم على جواز التلقيح وتم منحهم الدخول خاصة للمكاتب البريد ولا للبلديات. هذه في أول نهار، ما نعرفوش من بعد شنية الإجراءات اللي باش تحاول تتخذها وزارة الصحة، خاصة أنها أكدت على لسان المدير العام للتشريع والنزاعات بوزارة الصحة أنه باش يتم التعامل بمرونة كبيرة مع الأشخاص اللي ما عندهمش جواز تلقيح ومع تطبيق القانون هذايا. من جانب آخر، فما حاجة أخرى مهمة حابين نحكي عليها، هي أن وزارة الصحة بالتزامن مع بدء العمل بالمرسوم هذه أعلنت الاعتراف المتبادل بجواز التلقيح التونسي في أوروبا. فما اعتراف متبادل مع الاتحاد الأوروبي بعد التنسيق مع المفوضية الأوروبية. تونس تعترف بجواز التلقيح الأوروبي، وفي المقابل الاتحاد الأوروبي يعترف بجواز التلقيح التونسي. وتم مصادقة على أنه يتم تحميل جواز التلقيح الأوروبي في صيغة رقمية عبر رابط موجود على منظومة إيفاكس، وبالتالي فإنه جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي واللي أبرمت اتفاق اعتراف متبادل مع تونس يتسنى للتونسيين أنهم يمشيوا لها ويستعملوا جواز التلقيح التونسي. وبالنسبة للتوانسة اللي تلقوا تلقيحهم في الاتحاد الأوروبي وباش يرجعوا التونس، بإمكانهم أنهم يستعملوا أيضا جواز التلقيح الأوروبي في بلادهم. فوكس لليوم انتهت، كان موضوعها تطبيق مرسوم المتعلق بإجبارية جواز التلقيح. كنت معكم سمية حمدي في الأعداد والتقديم، محمد ذي فجرية في الإخراج. نتلقاه إن شاء الله غدوة. باي باي. فوكس. فوكس أخبار ومعلومات صحية كل يوم على الحياة أفهم.